عام دراسي جديد بدأ في إقليم كردستان وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سلامة الطلبة والكوادر التدريسية من تفشي فيروس كورونا الذي فرض على ما يبدو نظاما تعليميا جديدا أقرته وزارة التربية هنا. فكيف هو هذا النظام؟ وهل سيكون قاعدة مثلى يعتمد عليها لتكملة السنة الدراسية الحالية؟ أم من المتوقع حصول تغييرات مؤثرة في المشهد التعليمي كما حدث في الأسابيع القليلة الماضية؟ سنناقش تفاصيل هذا الموضوع في حلقتنا لهذا الأسبوع من أربيل. تزامن انتشار وباء كورونا تقريباً مع بداية العام الدراسي الماضي في العالم، واستمر كذلك طوال أيام الدراسة، وما أن بدأت هذه السنة الدراسية الجديدة حتى تكررت ذات المشكلة رغم تراكم بعض الخبرات في التعامل مع الوباء. فقررت حكومة إقليم كردستان العراق بعض القرارات التي وصفتها بالضرورية للمواكبة بين استمرارية التعليم من جهة ومحاصرة الوباء من جهة أخرى، وذلك بعد أن تعرضت لضغط شعبي كبير بسبب قرارات السنة الماضية وما نتج عنها من نجاح بالعبور لبعض المراحل الدراسية غير المنتهية وارتفاع معدلات النجاح بدرجات مبالغ بها نوعا ما بالنسبة للمراحل المنتهية. بعد أن اجتمعت اللجنة العليا للتربية والتعليم والتي تتكون من وزراء التربية والتعليم العالي والصحة في إقليم كردستان، تقرر بالإجماع استئناف الدوام في جميع مدارس محافظات الأقليم وفق نظام جديد يحافظ على صحة الطلبة من جهة ومواصلة العملية التربوية من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على أن يشمل الدوام الكامل لطلاب الصفوف المنتهية أي 12 فضلاً عن طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي، أما البقية فيحضرون يوماً واحداً في المدارس بينما يتلقون دروسهم عن طريق التعليم الإلكتروني لباقي أيام الأسبوع. القرارات التي أصدرتها وزارة التربية بالتشاور مع خلية الأزمة في الإقليم وصفها المواطنون بأنها أربكت المشهد التعليمي لأنها كانت مستعجلة نوعاً ما. فمع اقتراب العام الدراسي 2020-2021 من بدايته تقرر استئناف الدوام، ولكن بعد ذلك قررت الوزارة على وجه السرعة تعطيله لمدة شهر اعتباراً من الأول من تشرين الثاني الماضي على أمل استئنافه مطلع كانون الأول، وذلك بسبب تزايد الأعداد اليومية للإصابات والوفيات وتناقص حالات التشافي. أي قرار بخصوص استئناف دوام الطلبة في ظل استمرار تفشي وباء كورونا ليس من شأن وزارة التربية وحدها، وكما ذكرت اللجنة العليا للتربية والتعليم هي التي تقرر بالتشاور مع مجلس وزراء الأقليم. وبالتأكيد لا يمكن التضحية بصحة وحياة أبنائنا التلاميذ مهما بلغ الأمر تعقيدا. قرار الحكومة المرن ترك احتمالية التجديد لفترة إضافية بعد انتهاء المدة المقررة، وذلك اعتماداً على الإحصاء اليومي الذي تصدره وزارة الصحة للإصابات، ما ترك الأهالي والطلبة على حد سواء في حيرة من أمرهم إزاء المستقبل، وذلك وسط تنامي الاعتراضات على طريقة التعليم الإلكتروني المتبعة خشية تكرار نفس الأخطاء التي وقعت العام الماضي واشتكى منها المواطنون. وزارة التعليم العالي ووزارة التربية دائما تصدران تلك القرارات لفترة محددة أو لفترة معينة على أمل أن تتحسن الأوضاع الصحية عموما في الأقليم، وبعد ذلك كي تصدر قرارا نهائيا لإجبار الطلبة بالدوام في مدارسهما وفي كلياتهما وفي معاهدهما. أطلع
الطلبة وهم المعنيون الأساسيون بهذه الأزمة وبمختلف مراحلهم الدراسية، صار لديهم خزين من تراكم التجارب المرهقة والمفيدة أحياناً. تحدثنا إلى أحدهم وجهاً لوجه وعايشنا قصته في تأثير وباء كورونا على دراسته. عبد العزيز كمال، الطالب في الصف الخامس الإعدادي، الدراسة العلمية، اشتكى من الفجوة التي خلقها التدريس الإلكتروني بين الطالب والمدرس، خاصة في المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، لأنها تعتمد على استيعاب الطالب المباشر من الأستاذ للقواعد والمبرهنات. الإجراء اللي اتخذته وزارة التربية والتعليم أعتقد أنه إجراء مناجح، لأسباب يعني الأستاذ ما موجود يعني قدامنا بالصف يعني وجه يعني وجه الوجه، وثاني شيء الجهاز قدامنا يعني ما نقدر يعني نتعلم على الطريقة الإلكترونية أو فد شيء، وثالث شيء الإنترنت يعني والأجهزة مكلفة يعني مو مال واحد يقدر يعني كل طالب يشتري أو عنده إنترنت يوفر عنده أي شيء. كغيره من الطلبة في إقليم كردستان، يضطر عبد العزيز للاستعانة بأحد أفراد عائلته لمواصلة بعض المناهج الدراسية أحياناً رغم عدم الحصول على كل الأجوبة التي يريد، لأن طرق التدريس هي من اختصاص المدرسين أو المعلمين المتخرجين من كليات التربية والمعاهد التعليمية، لكنه يتساءل عن مصير أقرانه الذين لا تساعدهم عائلاتهم، وهذه النقطة برأيه كافية جداً للتوقف عن تطبيق التعليم الإلكتروني نهائياً. لا والله ما شفت نافع، لأن الاستيعاب يكون قليل يعني بهيج تدريس وهيج طريقة، ويعني مثلاً عندي سؤال عندي شيء ما أقدر أسأله يعني قبل أو فد شيء، لازم أستعين لو بأهلي لو بصديق لو بأحد، ولهذا يعني أشوفه مناجح. الامتحانات لحد الآن ما بلغونا وما حددوا مصير الامتحانات، ووصلنا هسه المرحلة المتقدمة ولحد الآن ما بلغونا عن كود وانطونا كود أو مع الامتحانات أو شيء. أكثر العوائل يكون يعني مستواهم العلمي مو هذاك المستوى اللي يقدرون يدرسون ابنهم أو بنتهم، يعني يكون صعب عليهم، خاصة إحنا هسا إذا تلاحظين هواية أكو فارق يعني بالمناهج، كلش متطورة المناهج، هواية دي يستخدمون أساليب عالية بالتعليم، فهاي تكون صعبة يعني حتى على الأهل صعبة إنه يقدرون يوصلون الفكرة ويساعدون أولادهم ولو جزء قليل، حتى إذا أكو مواد بعض يقدرون شوية يساعدون أولادهم، بس بعض المواد إلا تحتاج أساتذة أو يعني معلمين مختصين بهذا المجال. المشكلة الاقتصادية طويلة الأجل في الإقليم بسبب الخلافات السياسية ألقت هي الأخرى بظلالها على قطاع التربية والتعليم أثناء انتشار وباء كورونا، إذ اشتكى أولياء أمور كثيرون من تكاليف شراء هواتف ذكية أو حواسيب، مع أنها ضرورية جداً لتلقي المحاضرات اليومية وتأدية الامتحانات الدورية، وبعضهم آثر الانضباط اليومي والدوام الحضوري على التعليم الإلكتروني، ولكن شريطة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر وارتداء الكمامة. طبعاً بالنسبة كعائلتنا إحنا إذا نقدر نوفر، بس خلينا ناخذ نظرة على باقي العوائل كأقاربنا كأصدقائنا، مو الكل يقدر يوفر هاي الشغلات. أول شيء لابتوب لازم آخر موديل، دائماً كارت انترنت، وتعرفين هنا شوية الانترنت يكون ضعيفة، لازم أقوى نظام للإنترنت، حتى كل هاي كلها فلوس، وبصراحة يعني الاقتصاد هسه حاليا كلش متدهور، يعني تعرفين وضع الرواتب وهاي الشغلات كلها تأثر، يعني إذا إحنا كعائليا بس لازم دائما نفكر يعني حوالينا أكو غير ناس كلش زحمة عليهم يعني يوفرون هاي الشغلات. بعد فاصل قصير سنتعرف مشاهدينا إلى آراء مزيد من الطلبة والعائلات حول تأثير جائحة كورونا على العملية التربوية في إقليم كردستان العراق، وعلى الحلول الحكومية المقترحة لتدارك هذه الأزمة وسبل معالجتها جذرياً، وبالتالي إيجاد مقاربة بين الممكن منها والصعب وشبه المستحيل.
معاصرة هذا الوباء المخيف لسنتين دراسيتين خلق انقساما بين الناس هنا، فقسم منهم رافض تماما لفكرة التعليم الإلكتروني، وحجته في ذلك معاناته مع السنة الدراسية الماضية، ولكن على الطرف المقابل استفاد آخرون من هذه التجربة، ولكنهم يحذرون من أن صمودهم بهذا الوقت قد لا يدوم طويلا. بعض الذين تحدثنا إليهم لاستطلاع آرائهم انحازوا قليلاً إلى التعليم الإلكتروني، ولكن هذا الانحياز يندرج ضمن باب أضعف الإيمان أو شر لا بد منه، وذلك خشية توقف الدراسة تماماً والتأخر عن اللحاق بركب المناهج، ويتفقون مع أولوية تأمين صحة التلاميذ والطلبة على استمرارية الدوام. صعب الأطفال خاصة في المدارس، وخاصة نرجع ونقول في المراحل الأولى من العمر، يعني المراحل الأول الثاني الثالث، هذول الأطفال يعني ما تقدرين سيطرين عليهم، يعني دائما يكونون مشغولين. يعني إحنا عادة إحنا كبار بالعمر ننسى الأمور الوقائية، فكيف إذا الطفل يعني إذا دا يلعب ويا من ناحية مرحلة الاستراحة أو الريست، يلعب ويا أصدقائه أو خلال مناقشة ويا الأستاذ مالته أو الهوم وورك، يعني صعب. والله يعني الزين أحسن من الماكو، ليش؟ لأنه يعني ماكو فد شيء بديل إله بسبب هاي الأمراض كورونا، وها يعني نخاف إحنا هم على نفسنا على أطفالنا، فيعني إن شاء الله ينجح إن شاء الله، يعني إحنا نصلي وندعي ينجح إن شاء الله. عندي أحفاد وعندي يعني عندي أحفاد يداومون، عندي حفيد ابن بنتي هم متوسطة، وعندي ابتدائية ولد ابني. آخرون تنبهوا لنقاط قد تغيب عن ذهن الكثيرين، فمنهم من امتدح التعليم الإلكتروني لكونه يقلل نسب نقل العدوى بين الطلبة، وكذلك يزيح عن كاهل العائلات تكاليف نقل أبنائهم وبناتهم من وإلى المدرسة وتقليل المصاريف المدرسية الأخرى كالكتب والدفاتر والملابس والملازم. هي بها نواحي إيجابية وبها نواحي سلبية. أولاً احكينا عن الإيجابيات. الإيجابيات يعني شوية خففت علينا كمهجرين صرفيات النقل، وتعرف وين الطالب يروح ويجي وين يقرب البيت، إذا هو شاطر يعني ما يحتاج معلم، هو يدبر نفسه على الإنترنت، كلش ممتاز، خطوة ممتازة. أما الناحية هذا رأي إيجابية. أما من الناحية السلبية يعني تعرف مو كل الطلاب عندهم نفس المستوى، يعني أكو ناس مستوياتها ضعيفة، يعني ما عنده إمكانية يشتري إنترنت أو يشترك بالإنترنت أو يشتري جهاز لابتوب أو إيباد أو أي جهاز، فلازم هاي وزارة التربية تتحمل هالشيء هذا، توفر للطلاب اللي ما يقدرون يشترون هاي الأجهزة توفر لهم إياها. العائلات الكبيرة التي لديها كثير من الطلبة والتلاميذ في المدارس تعد وضعها الأكثر تضرراً من التعليم الإلكتروني مقارنة مع غيرها الأصغر، وذلك لأن أفرادها ملزمون بتعليم بعضهم البعض ما يحتاجونه من الدروس، وبالتالي يتولد عليهم ضغط جديد كانوا في غنى عنه في الماضي قبل انتشار الوباء. على الحكومة هنا دعم الطلبة مادياً، وأيضاً من واجب الحكومة المركزية دعم حكومة أقليم كردستان من توفير مستلزمات النظام الإلكتروني في التعليم. أنا وفرت تلك المستلزمات لابني، وهي مكلفة للغاية بالنسبة لنا في ظل الأزمة المالية الحالية، فكيف بالنسبة للعوائل التي لا تتمكن من ذلك؟ فهل من المعقول ترك مستقبل أولادهم يضيع بهذه السهولة؟ فما دور الحكومات إذن؟ نعم يكون أحسن، بس إذا دراسة تكون تبدأ من كنطالب بأنه يفتحون صفوف كعشر طلاب في صف واحد، أحسن من دراسة تكون على الانترنت، يختلف جدا. كون مدرس يشرح للطلاب أحسن من يكون طالب قاعد بالبيت ويلعب بالموبايل. من المآخذ الأخرى على التعليم الإلكتروني بسبب تفشي وباء كورونا هنا هي الركاكة التي ستصيب رصانة التعليم بسبب الامتحانات على الإنترنت، وما يشوبها من اتهامات كثيرة بممارسة الغش من قبل بعض الطلبة أحياناً دون رقيب مباشر عليهم
لرصد تلك الممارسات ومنعها أو الحد منها على الأقل. ويقول المعترضون إن القاعات الامتحانية في المدارس توفر أصلاً ظروفاً مناسبة للتباعد الاجتماعي. بازارها، كافترياها، الأسواق والمقاهي والكافتريات افتتحت جميعها ومزدحمة بالناس. كان فيروس كورونا فقط ينتشر في المدارس، فالصف فيه معلم ومدرس يستطيع إجبار الطلبة على ارتداء الكمامة، لهذا يفترض افتتاح المدارس واستئناف الدوام لجميع الطلبة، لأنه أي وسيلة تعلم لا تنجح هنا عدا الحضور في الصف والاستماع إلى المعلم. أختي الصغيرة في الصف السابع تتلقى إيميلا في ساعات متأخرة من الليل وهي أصلا نائمة. أقول لك بصراحة، الناس هنا ليس لديهم مواكبة بالتكنولوجيا الحديثة، عذرا. شخصيا لا أستوعب طريقة التعليم الإلكتروني، وأحيانا لا أستوعب المواد التعليمية في الصف لأنها متشعبة ومملة، فكيف بالإلكتروني؟ إنها طريقة غير ناجحة. تتجه أنظار الطلبة الكرد وعائلاتهم صوب حكومة الإقليم بكل مفاصلها، مترقبين حلولاً جذرية منها لمشكلة يبدو أنها أعجزتهم بتفاقمها المستمر، على أمل التعاون بين الطرفين الحكومي والشعبي وصولاً إلى بر الأمان. فماذا لدى أربيل ضمن الإمكانيات المتاحة؟ وما الذي يصعب عليها فعله؟ التربويون هنا يشددون على وجوب إيلاء اهتمام أكبر بالصحة المدرسية لتكون أسلوب حياة يسير عليه التلاميذ والطلبة في المدارس والبيوت أيضاً، وذلك من خلال التركيز على منهج دراسي يتخصص بالصحة والسلامة، على أن يكون منهجاً نظرياً وعملياً أيضاً، والنجاح فيه ضروري لعبور كل مرحلة دراسية. لأن أقليم كردستان أولاً ضعيف اقتصادياً، وثانياً أيضاً ضعيف، نستطيع أن نقول من ناحية الوعي الثقافي الطبي، فالمواطن الكردي أصلاً قسم كبير منهم يستهزئ ب يعني لباس الماسك. ثم لا تنسى أن الطلبة أيضاً حينما يأتون إلى قسم منهم، يأتون إلى المدارس أو الكليات، لا يلتزمون بهذه التعليمات الصحية، لا نقول التعليمات مثلاً التربوية أو التعليم، وإنما بالتعليمات الصحية. فإذاً من جهة أنهم إذا كانوا يعني مصابين يعدون إخوانهم وأصدقائهم من الطلبة، وثانياً أيضاً إذا لبسوا هذا الماسك يعني طوال فترة تعليمهم وتدريسهم يؤثر على نسبة الأكسجين الموجود في الدم، وعلمياً أو صحياً مثبت على أن قلة نسبة الأكسجين يؤثر على عملية الفهم والاستيعاب. اكتظاظ الطلبة والتلاميذ في كل الصفوف بسبب شحة الأبنية المدرسية هنا هي مشكلة أخرى يعاني منها قطاع التربية والتعليم في إقليم كردستان عامة، لذا يجب على الحكومة الشروع ببناء مزيد من المدارس والكليات والمعاهد، ما يضمن تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الطلبة في الصف الواحد، هذا بالإضافة لتمكين الأستاذ من إلقاء محاضرته على عدد أقل من الطلبة. قلة يعني الأبنية أو قلة المدارس، نعم، مما أدى إلى اكتظاظ الصفوف في المرحلة الأولى والثانية وحتى في الكليات. يا أخي، أنا في الكلية الآن، حتى في الكليات، نعم، هذا أيضا له تأثير كبير. حتى لو قلنا أن كورونا غير موجود، ولكن أيضا وجود 50 طالب في صف، ليس بإمكان الأستاذ يعني أن يشارك الجميع في محاضرة ما أو في مثلا درس ما، لا يستطيع.
قررنا افتتاح جميع المدارس التي تقع في حدود الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة السليمانية مثل بينجوين ودربندخان، وهذا هو الحال بالنسبة لبقية المحافظات، وذلك بسبب ضعف الإنترنت وقلة الأجهزة الإلكترونية. مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصحية ونشر التوعية من قبل إدارة المدارس بصورة مستمرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن عدد الطلبة في تلك المناطق قليل جدا مقارنة بمراكز المدن الكبيرة، ولكن للأسف قرار الإغلاق الأخير شملهم أيضا. الكوادر التدريسية تميل تقريبا إلى التوأمة بين التعليمين الإلكتروني والواقعي كحل وسط يلبي متطلبات المرحلة الحالية ومستجداتها من انتشار الوباء ومواكبة دول العالم المتقدمة في مجال التدريس الإلكتروني للطلبة، وتحبذ كذلك نشر ثقافة متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التعليمية على ألا يمنع ذلك التدريس الحضوري الدوري في المؤسسات التعليمية المختلفة حسب الحاجة لذلك، واعتماداً على توفر خدمة الإنترنت في المناطق النائية خاصة. حقيقة طلبت الصفوف الأولى ما ممكن أن يعني يتعلموا ألف باء الكردية أو العربية أو الإنجليزية وإلى آخره أو المواد الأخرى والمواضيع الأخرى عن طريق أونلاين، لأن هؤلاء في حاجة إلى أن الأستاذ أمامهم مثلا يقلد يعني حينما يتكلم أو حينما يعلمهم يحرك يده ويجعل يده يعني أشكال مختلفة وربما يغير ملامحه ومثل حركات جسده ونبرات صوته وإلى آخره كي يتعلم الطالب، وناهيك عن ذلك أنه أيضا يستخدم السبورة ويستخدم ألوان مختلفة وإلى آخره، ولكن يعني هذه المسألة متوقفة على مدى تقرير وزارة الصحة العالمية وليست وزارة صحة أقليم كردستان وإنما وزارة الصحة العالمية، فإذا أثبت فوزارة التربية في هذه الحالة يجب يعني أن تتراجع عن قرارها. من هو دارم خزانة كان بتوانا؟ أتمنى من العوائل أن يتمكنوا من تهيئة بيئة مناسبة لأولادهم ويتابعون معهم من خلال النظام الإلكتروني المتبع حالياً ومن خلال محطة تلفزيون التربية الحكومية التي خصصت معظم برامجها لإيصال المناهج الدراسية عن طريق أساتذة أكفاء. قد لا يكون هذا النظام مرضي بالنسبة للجميع ولا يحقق ما نتمناه، ولكن المسؤولية أصبحت مشتركة بيننا كمسؤولين عن الجانب التربوي في الأقليم وبين عوائل الطلبة لتذليل هذه العقبات التي تنتهي بعد القضاء على الفيروس كلياً. لعب عنصر المفاجأة دوراً سلبياً في تراجع العملية التربوية أمام جائحة كورونا، فترك الجميع أمام خيار الترحيب على مضض بضيف ثقيل ينتشر بالعدوى، فكان التعليم الإلكتروني هو السلاح الوحيد الذي أشهرته حكومة إقليم كردستان بوجه هذا الوباء الفتاك، واعتمدت عليه كلياً لكسب المعركة ضده، كما شحذت همم المقاتلين من الطلبة والمدرسين للانتصار على الفيروس، على أن تكون غنيمة هذه الحرب هي العودة إلى مقاعد الدراسة مجدداً. إلى اللقاء.